النهاردة في ضيافتي وضيافتكو مروة أباري، موظفة في وزارة الزراعة، مختلفة تماماً عن موظفين وموظفات كتير قوي. يعني كتير من الناس بيبقى آخر حلمهم إنه يستقر في وظيفة ويبقى عنده مرتب أول الشهر. مروة رغم إنها مستقرة في الوظيفة لكن دماغها شغالة في المشروعات. تعالوا نشوف القصة الجميلة بتاعتها ونتكلم تاني. ازاي الحال؟ شفت انا نتيجة مسابقة كانت عاملاها وزارة الثقافة، خطفت قلبي، لان انا طول عمري وانا مسافرة اقعد ادور على حاجات مصرية. كنت اروح خان الخليلي الاقيهم عارضين نفرتيتي صناعة صيني، فكان امنية حياتي ان انا الاقي حاجات مصرية بجد ينفع اسافر بيها وينفع اهادي بيها. لقيت وزارة الثقافة عملت مسابقة رائعة. بدل ما اقعد اقول لكم ايه هي بقى، احنا عايزين نقابل اللي فازت في هذه المسابقه، المهندسه مروة أباري. اهلا بحضرتك. ازيك يا مروة؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ما تحكي لي بقى كده على المسابقه دي وايه الموضوع، وبعدين انت مهندسه زراعيه، مالك انت ومال الصناعات اليدويه؟ الفرق بين الهندسه والزراعه مش كبير، الهندسه والشغل بتاعي ده مش كبير، لان لولا ان انا مهندسه ودرست الرسم الهندسي بتفاصيله، لولا انا قدرت اتخيل منتجاتي، قدرت اطلع لها باترون، اعرف اعمل ديزاين عشان اعرف اعمل برودكت مش موجود. فالموضوع مش بعيد، مش بعيد قوي. انت كان عندك شغف بموضوع الجلد من زمان؟ جدا. انا عموما اي حاجه اقدر اعملها بايدي فانا عندي شغف ناحيتها. انا اشتغلت كل حاجه، اشتغلت تفصيل وتطريز وتريكو وشنط من القماش وكل حاجه حرفيا. انا كنت بفصل لبسي لنفسي. ده هوايه جنب الدراسه بتاعتك وتخصصك في الهندسه الزراعيه؟ ايوه جدا. طول عمري كده. طيب ايه موضوع المسابقه بقى، احكي لي. المسابقه جت الاعلان شفته على السوشيال ميديا، بس انا بحب اطمن، يعني احب اتاكد ما يكونش الخبر فيك يعني. فروحت بنفسي لغايه المجلس الاعلى وتاكدت. المجلس الاعلى للثقافه؟ المجلس الاعلى للثقافه. تاكدت من الخبر وشفت شروطهم ايه ومحتاجين ايه وايه الشروط وكل حاجه. فاشتركوا ناس كتير، كانوا 66 مشترك كلهم منتجاتهم في منتهى الجمال، وكل واحد قدم 4 منتجات مثلا. عشان انتي قدمتي شنطه السفر دي؟ ايوه. دي بديعه جدا، ايه حكايتها يعني؟ دي مقبره توت عنخ امون بالظبط، مش كده؟ ايوه. طيب يعني اشمعنى شنطه سفر جلد طبيعي مقبره توت عنخ امون؟ ايه الحدوته يعني؟ شنطه السفر في دماغي من سنه، انا عماله دماغي مشغوله بيها. كل ما اشوف شنطه سفر في ايد حد انا نفسي اعملها، وافكر وابص عليها، طب هي دي عجلها شكله ايه، اليد شكلها ايه، طب هما ليه مش بيعملوها جلد طبيعي، انا لازم اعملها. لغايه بس انا كان في بالي ان انا عايزه اخش بيها في مسابقه، لغايه ما شفت المسابقه قلت بس هعملها. فكره بقى توت عنخ امون جالي بصراحه من الموكب بتاع المومياوات. احنا حضارتنا غنيه قوي قوي قوي، احنا ليه مش بنستغلها؟ هو كان موكب مبهر جدا بصراحه. جدا جدا، ومش لينا احنا بس، العالم كله. انا لما عملتها اجانب كلموني عايزين زيها، واكتشفت ان هم ما لهمش اي علاقه بالاثار ولا ليهم اي علاقه بالحضاره، ده هم شافوا الموكب وانبهروا فعايزين قطعه تذكاريه منه. بالظبط. فانت قررتي ان انت تعملي الشنطه بتاعتك على شكل المقبره، التابوت بتاع توت عنخ امون. الفكره جات لي ان هو هيتنقل لوحده، هيتنقل للمتحف الكبير قريب. فانا جات لي فكره انه انزل التابوت، ولما عملت سيرش شويه عرفت ان انا اقدر اضيف انوبيس كحارس اثناء النقل. والمقبره دايما كل المقابر الفرعونيه على جدرانها دايما الحروف الهيروغليفيه. فجمعت الموضوع كله كانها فعلا المقبره كلها منقوله، والشنطه بجرار وعجل، فكانها فعلا الموكب بيتحرك. دي كانت الفكره. دي مش اول تجربه ابدا طبعا، لا. ولا اول مسابقه؟ لا لا. ما تحكي لي بقى. هو انا بشتغل في الجلود من 2017. في 2018 يعني اخرها كده، جمعيه حرف اهل مصر استاذه انتصار صلاح عملت مسابقه اسمها انا مصر، كان مقصود بيها انه عايزين منتج يعبر عن مصر. فجات لي فكره، انا كان نفسي اعمل شنطه كبيره، شنطه باك كبيره، مش الاجزاء الصغنونه اللي احنا بنشوفها في الاسواق يعني. فعملت شنطة تنفع للسفر، اللي هو الناس اللي بتحب تسافر بشنطة باك. عملت شنطة سفر
بس برضو بديزاين فريد، يعني حتى لو حد عمل سيرش بالصورة مش هيلاقي تاني أختها حتى في العالم. وكان قصدي بيها أجمع حضارات مصر، ما يبقاش فرعونية بس، لا فرعونية وإسلامية ورومانية وقبطية، عايزة أعبر عن مصر بشكل مختلف. فكان دي هدفي منها، ان اللي يلبسها ويمشي بيها في اي حته في العالم يعرف ان دي مصر. والحمد لله اخذت مركز اول على كل المتسابقين ساعتها. يعني انت بتشتغلي بايدك؟ لسه ما عملتيش ورشه؟ لا عندي ورشه بس هاند ميد صغيره. يعني ناويه تطوريها؟ طبعا ان شاء الله، ان شاء الله ناويه اشتغل على اني اعمل حاجه ما تبقاش هاند ميد 100% عشان الوقت. وعشان اعرف اعمل منتج يبقى ما يبقاش غالي اوفر، يبقى سعره كويس معقول ينفع ناس اكتر تشتري. انا ليا الحمد لله عملاء كتير بس في كاتيجوري معين، انا عايزه اوسع الكاتيجوري بتاعتي. فعايزه اشتغل حاجه فيها هاند ميد وفيها شويه مكن. المشاكل اللي ممكن بتقابلك وحاسه انك تقدر تحليها بالخبره، وايه المشاكل اللي بتقابلك وحاسه ان انت يعني لسه برضو محتاجه تشوفي دعم اكتر من كده؟ يعني في الشغل ده اكيد ما هوش سهل ابدا، ولا تسويقه سهل. طيب انا فنيا وتقنيا والشغل بتاعي انا الحمد لله، الحمد لله الف حمد وشكر ربنا يزيدها، متمكنه منه جدا واقدر ادوس في اي حاجه تانية عارفه اعملها. المشكله بتاعتي بقى اداريه تسويقيه، ان انا مش قادره مثلا اطلع معارض بره مصر. ليه؟ تكلفتها عاليه جدا. لا بس انا عايزه اديكي بقى ايه يعني برشامه كده، غششك غشوشه صغيره. في جهات كتيرة جدا، لأن احنا هنا في البرنامج قابلنا يعني شابات عاملين مشاريع وكبرت جامد، في جهات كتيرة جدا بتساعد في موضوع انك تعملي شركتك وانك تسجلي كل أوراقها وانها تساعدك كمان في تطوير المنتج. يعني انت لحد النهاردة بتشتغلي بدماغ الفنانة مش بدماغ سيدة الأعمال. فدماغ الفنانة دي جميلة جدا ومبدعة جدا، بس الحقيقة الشغل ده يستحق انه يكبر، لانه بجد شغل خسارة انه يفضل في حدود القطعة الفريدة الوحيدة. انت شغلك رائع وسعيدة جدا بيه ونورتينا، وخلينا نتواصل علشان يعني السنة الجاية بقى نحتفل بالشركة ان شاء الله. ان شاء الله الف مبروك، والف مبروك على الشغل الجميل ده. انت نورتينا النهاردة. مرسي جدا، المكان بنور بحضرتك. فكرة مروة عجبتني جدا، فكرة ان انا اشيل شنطة كده ويبقى عليها مصر وبتاع، عارفين انتوا الحتة الوطنية الجامدة دي عجبتني جدا، بس هي طبعا محتاجة تطور، وقعدنا اتكلمنا شوية في تطوير المنتج بتاعها، لكن فعلا مبدعة.